الولادة المبكرة. أعراضها، تشخيصها، علاجها، وكذلك الوقاية منها. ما هي الولادة المبكرة؟ الولادة المبكرة وتسمى أيضا الولادة المبسترة هي كل ولادة تحدث قبل اكتمال الأسبوع 37 من الحمل وبعد الأسبوع 20. توجد معايير دقيقة لتشخيص الولادة المبكرة من حيث التقلصات ووتيرتها، عدة عوامل تؤثر على موعد الولادة والعديد منها تؤدي للولادة المبكرة. تؤدي الولادة المبكرة إلى أعراض كألم بسبب تقلص الرحم، النزيف المهبلي وأخرى. من المهم علاج الولادة المبكرة لتجنب ولادة الخدح، والذين يعانون الكثير من المشاكل الصحية. يستمر الحمل الطبيعي ما بين 37 إلى 42 أسبوعاً، أما الولادة بين الأسبوع 20 والأسبوع 37 تعتبر ولادة مبكرة. الوليد مبكراً يسمى بالخدح، وغالباً ما يعاني هؤلاء الأطفال من الكثير من الأمراض والمضاعفات الصحية كمشاكل في النمو والتنفس أو الوفاة. تزداد الأمراض كلما كان ولد الطفل مبكراً وكان وزنه أقل، نظراً لأن الولادة المبكرة هي سبب رئيسي لاعتلال ووفاة الأطفال الخدح. توجد أهمية كبيرة للوقاية من الولادة المبكرة، تأجيلها أو تجنبها. معدل انتشار الولادة المبكرة هو من 5 إلى 10% من جميع حالات الحمل. ما يقارب 80% من الأطفال الخدح هم نتيجة للولادة المبكرة. عوامل خطورة الولادة المبكرة: عوامل عديدة ترتبط بالحمل، بجسم المرأة، وأمراض أخرى تؤدي للولادة المبكرة. رغم ذلك، ما يقارب نصف الحالات من الولادة المبكرة تبقى غير معروفة السبب. أهم عوامل الخطورة للولادة المبكرة هي: الولادة المبكرة في السابق تعتبر عامل الخطورة الأبرز والأهم، وكلما ازداد عدد الولادات المبكرة في السابق ازداد الاحتمال لولادة مبكرة أخرى. الحمل المتعدد، أي وجود توأم أو أكثر. التدخين أو التدخين القسري، أي التعرض للمدخنين. التهاب المسالك البولية، وخاصة نتيجة العدوى بالجرثومة العقدية من المجموعة الثانية. الحمل في أقصى سن الخصوبة، أي قبل سن 19 أو بعد سن 40. تعاطي المخدرات. الوزن المنخفض قبل الحمل وسوء التغذية. تعدد الحمل، أي الحمل عدة مرات. إجراء عملية جراحية في عنق الرحم قبل الحمل. اضطرابات مبنى الرحم، كازدواج الرحم، النزيف من الرحم خلال الحمل خاصة بعد الأسبوع 12. العدوى، بعض أنواع العدوى تؤدي إلى الولادة المبكرة. فقر الدم خلال الحمل. العرق، تنتشر الولادة المبكرة لدى النساء سود البشرة أكثر من بيض البشرة. الحالة الاجتماعية الاقتصادية السيئة لدى الأم. ما هي أعراض وعلامات الولادة المبكرة؟ إن أعراض وعلامات الولادة المبكرة تشبه أعراض وعلامات الولادة الطبيعية عند نهاية الحمل، إلا أنها تظهر قبل الأسبوع 37. أولاً، تقلصات الرحم. تقلصات الرحم هي ألم في البطن أو الحوض ناتج من تقلص الرحم عند اقتراب الولادة. غالباً ما تكون التقلصات على الأقل مرتين خلال نصف ساعة. ليست جميع التقلصات تنبئ بالولادة المبكرة، والبعض منها قد يكون تقلصات كاذبة، أي لا تؤدي للولادة وتختفي بعد الاستلقاء والراحة. يمكن القول أن تقلصات الرحم تنبئ بالولادة إذا ما ظهرت التقلصات بالوتيرة التالية: أكثر من 4 تقلصات خلال 20 دقيقة، أو أكثر من 8 تقلصات في الساعة. ألم الظهر، في الكثير من الأحيان فإن تقلصات الرحم تؤدي إلى شعور بألم في الظهر. توسع عنق الرحم، عنق الرحم هو الجزء الأول من الرحم والأقرب إلى المهبل. يمكن أن يلامس الطبيب عنق الرحم عند الفحص المهبلي، وإذا ما توسع مقدار 2 سم على الأقل يدل على بداية الولادة. كما أن عنق الرحم يصبح دقيقا ويمكن جسه بالفحص الجسدي. الإفرازات المهبلية، عند الولادة تظهر إفرازات مهبلية أو تتغير نوعية وكمية الإفرازات، حيث أن الإفرازات المهبلية قد تصبح مخاطية أو دموية، وغالبا ما تكون الإفرازات قليلة الكمية والدموية منها. أيضا من المهم استبعاد أمراض المشيمة إذا ما كان النزيف شديدا. تمزق الأغشية، rupture of membranes،
تدل كثيرا على اقتراب الولادة. تمزق الأغشية هو تمزق للأغشية المحيطية بالجنين والمحيطة به، مما يؤدي إلى إفراز السوائل المحيطة بالجنين من المهبل، وغالبا ما تفرز السوائل بكمية كبيرة وبشكل مفاجئ. يعرف تمزق الأغشية بالعامية بسقوط ماء الرأس. يمكن للمرأة الحامل أن تتابع حالتها في البيت وتتابع تقلصات الرحم والإفرازات المهبلية. ينصح بالاستلقاء والاسترخاء عند فحص تقلصات الرحم، من ثم يجب جس الرحم. من المفروض أن يكون الرحم ناعما وهادئا ومرتخيا. عند تقلص الرحم فإنه يصبح قاسيا ومن الصعب الضغط عليه. بالإضافة إلى ذلك يجب ملاحظة وتيرة التقلصات. يمكن للمرأة الحامل القيام بالفحص الذاتي في البيت. إذا ما شعرت المرأة الحامل بتقلصات الرحم أو لاحظت تغيير في الإفرازات المهبلية من حيث الكمية أو اللون أو تمزقت الأغشية، عليها التوجه مباشرة للطبيب. تشخيص الولادة المبكرة. إن تشخيص الولادة المبكرة يعتمد كثيرا على التاريخ المرضي والفحص الجسدي. خلال مراجعة التاريخ المرضي فإن الطبيب يسأل المرأة الحامل عن تاريخ انقطاع الحيض، وبذلك يقدر مدة الحمل. بالإضافة إلى ذلك فإن الطبيب يسأل عن تقلصات الرحم وتيرتها وشدتها وإذا ما كانت تلائم للولادة. خلال الفحص الجسدي سيقوم الطبيب بجس البطن والرحم وملاحظة التقلصات المميزة للولادة، كما أن الطبيب سيقوم بالفحص المهبلي، وبذلك يستطيع تحديد عدة أمور كوجود الإفرازات المهبلية، توسع عنق الرحم وأخرى. ولتشخيص الولادة المبكرة يجب أن تتحقق الأمور التالية: ظهور التقلصات الرحمية المتنبئة بالولادة، ظهور تغييرات في عنق الرحم أي توسعه، ظهور الأعراض قبل الأسبوع 37. كيف يمكننا علاج الولادة المبكرة؟ نظرا لأن الولادة المبكرة تؤدي لولادة الخدح، والذين يعانون من المشاكل الصحية خاصة أمراض الرئة، من المهم علاج الولادة المبكرة. إن هدف علاج الولادة المبكرة هو تأجيل الولادة المبكرة قدر الإمكان أو إيقافها. تستخدم عدة إمكانيات علاج للولادة المبكرة، منها الأدوية لإيقاف أو تأجيل الولادة المبكرة، الأدوية لمساعدة الجنين وأخرى، ومنها الراحة وتناول السوائل، مراقبة المرأة الحامل والجنين، مراقبة صحية، ومراقبة للبطن. من الوسائل الأخرى الأدوية لمساعدة الجنين والأدوية لإيقاف أو تأجيل الولادة المبكرة. ومن أبرز هذه الأدوية المستخدمة محفزات مستقبلات البيضة. مستقبلات البيضة 2 هي مستقبلات موجودة في الرحم وعملها يؤدي لاسترخاء عضل الرحم، لذا فإن الأدوية من مجموعة محفزات مستقبلات البيضة تعمل لتحفيز مستقبلات البيضة، وبذلك تؤدي لاسترخاء عضل الرحم وتقل تقلصات الرحم، يؤدي الأمر لإيقاف الولادة وتأجيلها. وأبرز أدوية هذه المجموعات هي التيربوتيلين. أهم الأعراض الجانبية لمحفزات مستقبلات البيضة هي ضغط الدم المنخفض، ارتفاع دقات القلب، ذمة الرئة والتي قد تؤدي لضيق التنفس، الغثيان والقيء، ارتفاع نسبة السكر في الدم، انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الجنين، انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم لدى الجنين، ارتفاع دقات القلب لدى الجنين. نظرا لهذه الأعراض الجانبية فإن مجموعة الأدوية محفزات مستقبلات البيضة لا تستعمل كثيرا. كيف يمكننا الوقاية من الولادة المبكرة؟ أساس الوقاية من الولادة المبكرة هو تجنب عوامل خطورة الولادة المبكرة، وينصح أن تتبع النساء الأمور التالية للوقاية من الولادة المبكرة. أولا الإقلاع عن التدخين وتجنبه وتجنب التعرض للمدخنين. الإقلاع عن المخدرات والمفضل تجنبها كليا. علاج التهاب المسالك البولية. الحفاظ على التغذية والوزن السليم. في جميع الأحوال على المرأة الحامل استشارة طبيبها النسائي لبحث موضوع الولادة المبكرة والوقاية منها. تتعلق نتيجة الولادة المبكرة بموعد الولادة ووزن الوليد عند ولادته. كلما كانت الولادة مبكرة أكثر ووزن الوليد أقل، كان الاحتمال لأمراض ومضاعفات الخدح أكثر.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.